قال ابن تيمية رحمه الله قال: ما أنكر على بعض الفضلاء من أنه استدل بهذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، قال: إن هذه الآية الاستدلال بها على هذا الأمر ليس واضحا، بمعنى أن العلم لا يزداد بالتقوى من خلال هذه الآية، لكن الآية السابقة يزداد بها العلم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال: لما؟ قال: لأنه، يعني يقول بعض الفضلاء كما قال رحمه الله، لأنه لم يربط الجزاء بالشرط، لم يقل اتقوا الله فيعلمكم، وإنما قال واتقوا الله ويعلمكم، لم يقل واتقوا الله فيعلمكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحتمل أن هذه الآية تدخل كما يقال زرني وأزورك، فيقول يحتمل دخولها باعتبار ماذا؟ أن من اتقى الله علمه الله وزاده علما، ومن تعلم العلم الشرعي وطبقه زاده الله عز وجل تقاه.